السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة إسرار العالم الروحاني. استخارة من القرآن الكريم لأصحاب هذا الأحرف. هنبدأ بالأحرف الأولى، حرف الألف والباء والتاء، ثم السا والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. نبدأ بهذا الأحرف بهذا الاستخارة الأولى. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة وما الحاقة. بسم الله الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الكاشف. بسم الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أرى عندك تطور، عندكم تطور جديد مبشر وأخبار سعيدة. فرصة هتجي لك على طبق من ذهب وبتعوض خسارة السنين، لأن خسرت عندك كان في خسارة كبيرة، هتعوض بتعويض خسارة السنين اللي فاتت ماديا ومعنويا، ماديا ومعنويا إن شاء الله. بإذن الله سيكون أمركم إن شاء الله وحاجتكم مقضية، وخاطرك مجبور، وخاطرك مجبور، وحلمك متحقق، وقلبك سعيد. بسم الله الكاشف. وسماع أجمل خبر مفرح، وبيتك مليان بالخير والبركة والمال والرزق كل إن شاء الله. إن شاء الله يا أصحاب هذا الأحرف. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. سيأتي كل ما تتمناه على حين غفلة وفي وقت لا تتوقع حدوثه. ستشعر وكأنه في حلم، وكأنه في حلم حقيقي. ستمتلئ عينك بالدموع وقلبك بالامتنان، لأنك ستعرف في قلبك إن الله قد استجاب لدعواتك، إن الله قد استجاب لدعواتك. أرى خروج طاقة سلبية إن شاء الله، خروج طاقة سلبية من بيتك أثرت فيك وأثرت فترة على حياتك النفسية وبعدت هذا عنك ناس كثيرة، فترة يعني كبيرة بعدت عنك ناس كثيرة وناس كثيرة خسرتها. إن شاء الله تخرج هذا الطاقة السلبية. في هدية غير متوقعة، هدية غير متوقعة. في فسحة، أرى في فسحة حلوة مع ناس مقربين من قلبك، وفي مفاجأة ما كنتش تتوقعها. هتستعد وأراك وتريح قلبك خلال أيام قليلة إن شاء الله. أرى هنا بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أرى في شخص ضايقك بكلام أو قال كلام أو ضايقك بكلام كثير وأذاك نفسيا، ولكن هذا الشخص شخص قريب لقلبك بس تكلم عليك وأذاك نفسيا بكلامه. أرى في امرأة تدعى المحبة، تدعى إنها بتحبك أو تدعى بالمحبة وقلبها مليان سوء. هذا الامرأة قلبها مليان سوء وعاوزة أذيتك، عايزة تأذيك بأي طريقة أو بتمثل عليك ضعفها وقلة حيلتها. احذر منها، احذر منها، لأن هذا الامرأة بتمثل عليك وماشية بحنيتها وقلبها إنه طيب وهذا، وهي عايزة تلدعك بأي شيء، عايزة تخسرك وتشوفك هكذا. بسم الله الكاشف. في رسالة حلوة، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في رسالة حلوة هتفرح وهتفرح قلبك خلال أيام إن شاء الله، خلال أيام إن شاء الله. وجبر خاطر من ربك، ما تقلق شيء، الفترة القادمة قول إن شاء الله وأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أنت ليه قلقان؟ ليش قلقان ومستسلم للحزن؟ أنت مش عارف إن ربنا شايف وعالم بكل حياتك؟ ليش قلقان ومستسلم للحزن؟ انت عارف ان ربنا شايف وعالم بكل حياتك. كل مرة بكيت فيها وقلبك وجعك، كل مرة خفت، كل مرة معرفتش تنام،
كل مرة وقعت وقمت، كل مرة اتكسرت، كل ده مسجل عند ربك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. هتفضل كده؟ لا، إن شاء الله كل شيء بفضل الله تعالى. كل اللي شايله، الودع اللي شايله في قلبك ومحدش عارف إنه عنك حاجة غير ربنا، مش هيفضل كده. أصله دي سنة ربنا في خلقه، شمس وقمر وليل ونهار، ألم وراحة، عسر ويسر. ربك شاهد على كل اللي مريت بيه. سيبك من كل اللي بيتقال الكلام وهكذا، ومفيش حدا مستحيل على ربنا. فرحتك هتردع، فرحتك هتردع، وأحلى مما تتخيل. بس اطمئن وثق في الله وثق في ربك، مش هتردع فرحة، لا، هتردع لك الفرحة مرة ثانية بقدرة الواحد الأحد. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى، لأنكم مريتوا بتعب، أنت صبرت كثير وتحملت كثير ما لا يتحمله بشر. فأبشر، قريبا جدا سيزول النحس ويلمع ندمك وكوكبك، ويبدأ في الفرحة بفضل الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى فضلا وليس امرا. ان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ادعم الفيديو باللايك اخواتي في الله. بسم الله الكاشف. ستفاجأ، ارى انك ستفاجأ بفرحه قادمه وانفراد طال انتظاره. قريبا قريبا بفضل الله تعالى. وستتب وهذا احوالك للاحسن باذن الله. إن ربك إذا أعطى، إن ربك إذا أعطى سيجبر بخاطرك، وستشكر الله وتقول له رضيت يا رب. الفرحة على عتبة بابكم، والحزن جرب ينتهي ويخرج من بيتك قريبا بإذن الله. اللي كان مزعلك وإنت مش عارف، تعاتبه هذا الشخص، لأنك مش عارف تعاتبه، لأنك خايف على زعله وندمان، وفي اعتذار، في اعتذار ليك بفضل الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أراك هنا مريت بطائفة مالية، اللهم صل على الحبيب. ربنا بيكرمك ويرزقك بمال لم يكن في حساباتك خلال أيام إن شاء الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أنت نقطة جذب للحب والسعادة والبركة التي لا تنتهي. الأشياء السحرية وشق الحدوث لك، كن جاهز، كن جاهز. طاقة المال قوية أخواتي في الله، طاقة المال قوية، مبلغ مالي ممتاز أنت كنت محتاجه، هتدبر وهتلاقيه جاي لك بفضل الله تعالى. في حدا حلوة هتحصل معاك قريبا كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخرج من الزعل ده كله وهتنساه، والدنيا هتضحك لكم مرة تاني بفضل الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. في شخص بيحبك، في شخص بيحبك قوي، لكنه أراه بعيد عنك ومش عارف يقرب منك. أرى حياة جديدة قريبة منك بفضل الله تعالى. هتبدأ أولها صعب، ولكن فيها خير كبير ليك، فيها خير كبير ليك. عندك قلق وخوف في وحق كبير عند حد ظلمك، في حق كبير عند حد ظلمك. لا تقلق، هتأخذ حقك. العدالة الإلهية لن تتركك الأيام القادمة، العدالة الإلهية لن تتركك الأيام القادمة بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف. أرى هنا الرجوع إلى الوراء يسبب لك الكثير المتاعب. لا ترجع الوراء، لأن الرجوع الوراء هيسبب لك كثير المتاعب. اسعى لحل الأمور مهما كلفك الأمر، اسعى لحل الأمور مهما كلفك الأمر. ساعد الشريك لإثبات نفسه. بسم الله الكاشف.
أرى يساورك الحزن داخلي في هذا الفترة، تجاوز هذا الشعور قبل التعب. بسم الله الكاشف، أرى هتعيد النظر في أمورك بفضل الله تعالى، وهتلاقي حل، هتلاقي الحل أتى لك بقدرة الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، اللهم لك الحبيب. شيء جميل قادم ليك، وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأفراح ونعم. هناك أخبار جميلة ستلقاها وتبدأ تبشر بها الآن بفضل الله تعالى. بركة الرزق، بركة في الرزق وترقية تخص عملك، ونجمك يلمع في العمل بفضل الله تعالى. أرى في شيء مفقود منك، العثور على شيء مفقود بقاله شهور، استعد لأنك هتلاقي هذا الشيء بفضل الله تعالى. قرار صح بتأخذه يخص عملك، وتلاقي دليل يؤكد أن قرارك صح رغم رد فعل المنتظر من أشخاص. بسم الله الكاشف، شخص أنت بتحبه بيزداد غلاوة عندك، وتدوم محبتكم إن شاء الله، تدوم محبتكم إن شاء الله. بسم الله الكاشف، في مواجهة مع غريب يريد أذى ليك، لكن ربنا معك وينصرك، وينصرك عليه بأمر الله تعالى، وهينصرك عليه بأمر الله تعالى. بسم الله الكاشف، ما تنساش أحبابي في الله تدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أنت هنا ندمان، لماذا ندمان؟ ندمان على فضفضة أو كلام أو فضفضة قلتها وأنت معك حق، وخلي بالك من كلامك، بلاش تظهر اللي في عقلك أو في قلبك يبقى على لسانك، تمام؟ في مفاجأة حلوة غير متوقعة، وهدية قيمة قريبة منك، من شخص غالي عليك، مش من بردك. في استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل والرزق. عندك نذر لسه ما وفتوش، عندك نذر لازم توفيه، أو في هذا النذر أرى في رؤية شخص متوفي بيتكرر معكم في الأحلام بشكل كثير. رؤية شخص متوفي بيتكرر معكم في الأحلام. بسم الله الكاشف، في أمور خير، أمور خير ليك، الله أكبر، في خبر حلو خلال ساعات أو أيام بالكثير، هتفرح وتسجد لله بفضل الله تعالى. أرى في أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد، لديك بشرة وفرحة في خلال أيام قليلة. شخص يحبك ويراقبك عن قرب، في شخص نادم على فراقك، العيون مش سايباك في حالك، محسود من أقرب الناس ليك، محسود من أقرب الناس ليك. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة تدوم وتصل إليه. بسم الله الكاشف، العين عليك، العين عليك، وموقفة حياتك، مواقف غريبة بتحصل معاك، حاسس من جواك إن في شر متابعك الفترة، لسه ما خلصت من هذا الحسد ولا هذا العين، أصابتك هذا العين، صعبان عليك نفسك وعايز تبكي، حاسس بالوحدة، وحياتك مش زي ما كنت بتتمنى، لكن دي شيطان متابعك من شيطان العين، وإن شاء الله سيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد والعين بفضل الله تعالى. الحظ معاكم بقدرة الله تعالى، شايف باب الحظ والنجاح، باب الحظ والنجاح والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله، بإذن الله. بعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صار وقت تقطف تعبك ومجهودك. أخواتي في الله، أرى في نجاح بفضل الله، وفي سفر، في منكم أكثروا لي سفر خارج البلاد. أرى شايف كان عندك معارضين من الأهل، لكن المقربين هيكونوا معاك بفضل الله تعالى. أمورك تمام الحمد لله، شايف أمورك بفضل الله هتتحسن وهتبدأ تكون في الأحسن.
صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. بدك تاخذ خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك، وبدك تشرح وضعك للشريك بقلب بيتك. الوضع العائلي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في الفرحة من قبل الأهل. بخصوص السفر، بإذن الله وشايف في دمع بعيون الأبوين، بس شايف عندك فرحة ونداح وأرى في تفوق. قول يا رب، قول يا رب، بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله بسم الله بسم الله. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله. أرى في رجوع لعلاقة حب، علاقة حب، في رجوع، بس حذاري وانتبه من العين، لأن العين هي التي كانت عين وسحر. أرى في سحر أسود، لأن هي التي عرقلت حياتكم، وهناك شخص قريب منكم حاقد وحاسد يكرهكم، هو الذي أصابكم بالعين والسحر بدل المرة أكثر من مرة، وهو بجانبكم يشعر بنقص، يشعر أنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه. العين مسيطرة عليكم، العين مسيطرة عليكم، تخلصوا من هذا العين، تخلصوا من هذا العين. أرى ربنا هيعطيك الخير من وسط الأزمات التي لو أنت مش شايف الخير ده، صدقني هتلاقي الحلول طلعت لك فجأة من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. صديقي اسند على ربنا، اسند على ربنا واستقوى به، لأنه قوي وهيقويك وهيخليك تستعيد طاقتك وقوتك. اوعى تقلق، ربنا مش هيخذلك وهيوفقك وهيحقق لك حلمك بفضل الله تعالى. أرى في صلح بينكم وبين الشريك، ورجوع للمنفصلين. أرى في صلح ما بينكم وبين الشريك ورجوع للمنفصلين، واللي بيفكر ينفصل بالانفصال لا تأخذ قرار حاليا، لأن السحر هو الذي مسيطر عليكم. لا تأخذ قرار حاليا، اللي بيفكر في الانفصال لا تأخذ قرار حاليا، لأن السحر هو الذي مسيطر عليكم. أرى في حمل قريب بفضل الله تعالى، أكثر من قراءة سورة نوح بفضل الله وقراءة سورة مريم، لأن في حمل عن قريب بفضل الواحد الأحد، أكثر من قراءة هذا السورة بفضل الله. ما تقلقش لأنك قلقان، ما تقلقش، قول يا رب، أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أرى تغير جذري وقرارات مهمة، مفاجآت لست في الحسبان، وضربة حظ معاكم، ومال، لقاء بشريكك عاطفي بفضل الله تعالى، وبداية حب، وللبعض منصب أو سفر. أبشر، تدخل إلهي بفضل الله تعالى. أرى امتلاك شيء جديد وتوثيق عقود، وبداية هتعلي شأنك. حبيب عايز يردع لك، خلي بالك، حبيبك عايز يردع لك ويصالحك، وخروج طرف ثالث. البعض بتطلب، أراك بتطلب بكل مستحقاتك القديمة في انتصارات قانونية في المحاكم، وتحقق أمنيات، نجاح مهني وأموال. رح تنسيك شريك نرجسي وخروده من علاقة سامة بفضل الله تعالى. أرى للبعض عرض ارتباط أو زواج من شخص من خارج دولتك، أو شخص بينكم وبينه مسافات بفضل الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى، وأزيد في قراءة سورة الحاقة، رح إن شاء الله كل شيء رح ينحل عندكم بقدرة الله تعالى، وتخلصوا من هذا السحر والحسد. وأسيب لكم في صندوق الوصف إن شاء الله وداخل القناة جميع علاجات السحر والحسد بفضل الله، وأسيب لكم في صندوق الوصف والتعليقات علاج السحر والحسد. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ندخل في القراءة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم.
وهي حرف الضاد والط والظه والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نخطو في القراءة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله 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 الكاشف. بسم الله. بسم الله الكاشف. بسم الله. جايكم فرصة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. بعد سنوات تعب سترى قدرة الله تعالى في تحقيق ما صبرته لأجله. ما صبرته لأجله. أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة لصالحكم، لأن الله يريد ذلك. فلا تقولوا مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كل في يد الله. أرى ندم أحد الأشخاص اللي ظلموكم واستغلوكم بعد فوات الأوان. قروا عينا فحقق رادع، وستفاجأ بعوض الله، وستفاجأ بعوض الله في مبلغ مالي محترم، قد تكون مكافأة أو هدية أو رجوع ديان بإذن الله تعالى. في مبلغ مالي محترم كويس، قد تكون مكافأة أو هدية أو رجوع جيد بإذن الله تعالى. أرى بسم الله الكاشف سلسلة من المصالحات قريبة. في مصالحات، انتبه انتبه انتبهوا، احذروا من أشخاص قد تعتقد انهم مقربين ولكنهم يفتشون اسراركم. لا تتمادعوا في الفضفضه كثيرا معهم. بسم الله. استعينوا بالله، استعينوا بالله كثيرا، استعينوا بالله كثيرا. بسم الله الكاشف. لان طاقه المال قويه، طاقه المال قويه. هناك مبلغ مالي ممتاز ممتاز بفضل الله تعالى. آتي لك عن قريب، آتي لك عن قريب. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. في بشرة خير بعد أيام. أرى السفر في منكم أنه بداية السفر، وفي سفر غير متوقع، وصلح مع غائب ورد حق بفضل الله تعالى. في امرأة تكرهكم وأنتم مخدوعين، مرأة تكرهكم وأنتم مخدوعين، هتنصدموا لما تعرفوها. احذروا مكيدها، ولكن الله ينجيكم، ولكن الله ينجيكم. في شيء هيحصل لك هيغير مدرى حياتك. استعد استعد. أراك مضغوط، مضغوط عاطفي بين شخصين، ولازم إنك تختار كويس، اختار كويس. البعض هنا ترسيم علاقة، وأرى قرار زوال ودعم من يد غريبة، ودعم من يد غريبة. أرى للمنفصلين الشريك السابق بيعيش أقصى حالات الندم على فراقه، وبداية جديدة. وأرى أمل عاطفي جديد. مواقف، في مواقف هتحصل، في كشف الشريك قدامك على حقيقته، كشف الشريك قدامك على حقيقته. أرى للبعض هنا مبلغ مالي بعد أيام، بعد أيام. أرى هنا للبعض، أراكم تريد الارتباط ولكن العراقيل من أهل الذي تريده. أرى في شخص يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك، وأنت تشعر بأنه مراقبك أو شيء من هذا. صدق هذا الشعور لهذا الشخص. تفكر في شراء شيء جديد. انتظر قليلا حتى يكتمل المبلغ معك واشتري اللي تريده. أرى كسرة تفكيرك، لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله
وستنحل أمورك، وستنحل أمورك بفضل الله تعالى. خروج من فترة طويلة صعبة وحب جديد يطرق قلبك من شخص ناري. أرى للبعض كلام بيتقال عليك وأنت عاوز تعرف الشخص ده اللي بيقول عليك الكلام، هتعرفه إن شاء الله، هتعرفه في صلح وعتاب ما بين زوجين، في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيب، أو حبيب أرى في صلح. بسم الله الكاش. هتزداد عندك حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، هتحصد ثمار عمل سابق، وأرى وهتفرح وتكتب بداية جديدة بفضل الله تعالى. انفراجات رائعة، انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة في حياتك. أرى طريق سفر غير متوقع وخيار قادم بإذن الله تعالى. استعدوا للفرح والمفاداة، رح يطرق بابكم الحظ والرزق، لا تقلق. أرى القلق واضح في ملامحكم وشك بسبب كثرة التغيرات، أرى وشك يعني كثرة التغيرات كثيرة التي حصلت في حياتكم. بصفة عامة لا تقلقوا، لا تقلقوا، كل الأمور سوف تسير على ما يرام، على ما يرام كله هيسير بفضل الله تعالى. أبشر بالفرح والمفاجآت كثيرة بانتظاركم. أراك بتتفاجئ برزق غير متوقع ومال كنت نسيته من أيام كثيرة. استعد لحياة جديدة ورزق على ثمر تعبكم، على ثمر تعبكم. عندك عتبة جديدة فيها راحة ليك واستقرار وفرد ورزق. بسم الله الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. مقابلة ولقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب وتوضيح أمور وعتاب بينكم وصلح مع الحبيب. أرى في صلح، في فعل خير أنت عملته، رد فعله خير كبير ليك ما كنتش تتوقعه خلال أيام إن شاء الله، خلال أيام. غيرة، غيرة وحسد من حد قريب ليك، تجنب الحديث أو المكالمات الهاتفية معه الفترة دي. أرى العثور على ورق مهم كنت فقدته من فترة. أرى إنجازات مهمة بالورق وتسير أمور تخص المال والسفر، تخص المال والسفر. أبشر، أبشر بفضل الله تعالى. كلام رايح وكلام جاي، كلام رايح وكلام جاي حواليك. ربنا يكفيك شر الكيل والكال والأقارب، شغلين بالهم بيكم، شغلين بالهم بحياتكم. وعطة صحية أنتم مريتوا بها بسبب تغير الفصول، واهتم بصحتك، اهتم بصحتك الأيام القادمة. في أمور هامة ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها إن شاء الله. أبشر انقلاب السحر على الساحر وخطوة جديدة. وهسيب لكم في صندوق الوصف وفي التعليقات علاج السحر، القناة الجديدة بتاعتنا إن شاء الله لعلاج الأسحار وأسرار القرآن الكريم. هسيب لكم، أتمنى أن تشتركوا فيها، وهسيب لكم في صندوق الوصف في القناة. خروج شيء من بيتك معه الشر والعين الحاسدة، خروج شيء من بيتك معه الشر والعين الحاسدة. مبلغ كبير وفق قرب شديد، عتبة جديدة فيها راحة ليك. الحبيب محتار، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك. أرى في نقلة وتغير جذري بأمورك، كن مستعد، كن مستعد على نعم الله. أنت على موعد مع ضحكة من القلب، فهناك شيء يحبك، احذر خسارة. في شخص يحبك، احذر خسارته. إن شاء الله الأيام القادمة تنتهي الطاقة السلبية لديك بالكامل. أنت مقبل على حياة جديدة إن شاء الله، وهتكون للأحسن، لأن أرى فيها رجوع منفصلين بفضل الله تعالى. في رجوع منفصلين إن شاء الله، في أخبار حلوة قريبة ومقابلة شخص يهمك أمره. بسم الله الكاشف.
أرى فيه زيارة لمكان فيه خير ليك، فيه خير ليك إن شاء الله. الأيام القادمة الأكثر حظا وأسرع تأثيرا إيجابيا بعون الله، مرحلة انتقالية وبداية تحسن النفسية. أرى في مناسبة عائلية سعيدة في الطريق ليك، استمتع بها وربنا كتبها لك فيها كل الخير. أرى ورق يخص المال، استقبل بشرة الخير ومشروع خطوبة أو ارتباط قريب منك. بسم الله الكاشف، هناك شيء تريده بشدة لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنساه. تذكر ما تريده لعله يفتح لك باب خير. اكتشفت السحر في بيتك، فراق منكم اكتشف السحر في بيتك وامرأة من دمك، تغيير منكم. أرى علاقة سامة هتخرج منها وهو اللي خسران وندم عليك، البعض الحبيب بيتدسس بمساعدة امرأة وكشف معلومات عنك، في رجوع حق ونصرة بعمل واستلام منصب وترقية ورفع بلوك. بسم الله الكاشف، البعض حواليك امرأتين على هيئة شياطين، واحدة من دمك والثانية عاشقة ليك وعاشقة للشريك. أرى اتظلمت من أقرب الناس ليك، أزيتك بسحر مرشوش وأعراضه كدمات في الجسم أو نفضة أو تعب أو نفور من الشريك. أراك هنا هتلقانا الحبيب درسا لن ينساه وكشف حقائق وشخص يتحايل عليك للرجوع. وأرى البعض هنا اعتذر، هناك شيء ستجده فقدته من فترة. بسم الله كاشف، أرى شهرة للبعض، واسمك سيلمع في مجال العمل. بسم الله الكاشف، أرى للبعض احذر من شخص يستغلك ماديا أو جنسيا، والبعض كشف أسرار عنك من شخص معتدي بالكلام عليك. للمنفصلين، في شخص غني يطرق بابك أو دخول علاقة حب جديدة، استغل الفرصة، عوض من ربنا لانتظارك على الماضي. عندكم في حمل قريب بقدرة الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. والمنفصلين كنا في شخص هيطرق بابكم بفضل الله تعالى، فاستغلها في مبلغ كبير وفق قرب شديد بفضل الله تعالى. عتبة جديدة فيها الراحة ليكم، بفضل الله تعالى إن شاء الله. بسم الله الكاشف، بس اخلص من العين، لان العين والسحر حاولوا تخلصوا منه، لان العين والسحر معرج المسار حياتكم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. واقرا سوره النبأ اكثر من مره، اكثروا فيها ان شاء الله كل شيء راح ينحل عنكم. هذا قراءتنا استخاراتنا لاصحاب هذا الاحرف وهذا الاحرف بفضل الله تعالى. واتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. واسيب لكم لينك القناه في صندوق الوصف والتعليقات لعلاج السحر. اتمنى انكم تروحوا.